مشاهدينا الكرام، حياكم الله في نشرة الأخبار نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة لهذا اليوم. أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أقر سموه خلال إنشائه قاعدة سجلات طبية وطنية لكافة مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة. وأكد سموه أن تقديم الخدمات الطبية في دولة الإمارات وبمعايير عالمية هو عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف، وصحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لدينا. وقال سموه إن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة ستستهل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات المختلفة، وسيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض. كما اعتمد صاحب السمو مبادرة لإنشاء وحدات للرعاية الصحية المتنقلة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة، وذلك لتوفير رعاية طبية أولية ورعاية تخصصية لهم. كما اعتمد صاحب السمو اليوم أيضا تشكيل مجلس إدارة جديد للمجلس الوطني للإعلام وتغيير الهيكل التنظيمي للمجلس، وأتمنى لهم كل التوفيق للمجلس والنجاح. واعتمد سموه إصدار قانون بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية لإعداد كوادر وطنية تخصصية في هذا المجال ترسيخا لعلاقاتنا الدولية المتميزة. كما وصادق المجلس على اتفاقية نهائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاء من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل الشنغن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. ويتشكل المجلس الجديد وفقا للمرسوم رقم 19 لسنة 2015، والذي يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويتم اختيار رئيس المجلس ونائبيه وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، والذي نص على أن ينتخب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس في أول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين، ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا، وذلك لحين الانتهاء من عملية الانتخاب. وتعتبر صحيحة تلك القرارات كافة الصادرة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من 5 من شهر أكتوبر من عام 2013 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله غدا إعلان وكالة الإمارات للفضاء خططها الاستراتيجية والتشغيلية في حفل رسمي يحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. وتعرض الوكالة خلال الحفل أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها وبرامجها لبناء قطاع فضائي متكامل ومتطور يسهم في انضمام دولة الإمارات إلى الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء. كما تنظم الوكالة في اليومين التاليين منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي 5 2015، إضافة إلى تدشينها على هامشه متحف الفضاء الذي يهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بعلوم الفضاء. على صعيد إمارة الشارقة، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضرورة الاهتمام بالتأهيل الأكاديمي للكوادر العاملة في مجال التراث، مشيرا إلى أن جامعة الشارقة ستعمل بكل جهد على تحقيق ذلك من خلال ما تتيحه من برامج أكاديمية تعليمية. جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم بالدكتور ستيفن دي كارو مدير عام المركز الدولي لصون وترميم الممتلكات الثقافية الآيكروم. وتناول اللقاء تبادل الأحاديث حول جملة من المواضيع المتعلقة بمشاريع الآيكروم الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع المرتبطة بمنطقة الوطن العربي، واستعراض خطط المركز المستقبلية وأنشطته المختلفة.
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أو حاكم أم القوين عفوا برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أمير دولة الكويت. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم حفل تخريج طلاب الدفعة الثانية من جامعة نيويورك أبو ظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وجوردن براون رئيس الوزراء البريطاني السابق وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين. وعبر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن فرحته بهذه المناسبة وهذا التجمع الطيب في العاصمة أبو ظبي لنخبة من العالم الذين أحب أن يقضوا أحلى أيام حياتهم ويتعلموا في دولة الإمارات ويتعلموا التعايش والمحبة ويحملوا معهم وفي جعبتهم تخرجهم بمعنى الإمارات ومعنى التعاون والأمل وكذلك التعايش. هذا وأكد سموه أن هذا كله نتاج لما أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي بنى دولة الإمارات على الخير والمحبة والأمل الذي لا يعرف اليأس. استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس البروفيسور بيتر دورمان رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من القضايا التعليمية والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي وأثر التقنيات الحديثة في تطوير أساليب ومناهج التعليم في الجامعات خاصة في الوطن العربي. وتطرق الحديث بين سموه ورئيس الجامعة الأمريكية في بيروت إلى إمكانات التعاون بين الجامعة وجائزتي حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والعلوم والأبحاث الطبية، إذ أشاد البروفيسور دورمان بأهداف الجائزتين وتشجيعهما على البحث والدراسة في سبيل النهوض بمستوى التعليم والطب والرعاية الصحية التي تخدم في النهاية الإنسان والبشرية عموما. وفي شأن آخر التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي. وطلع سموه خلال اللقاء من معالي رئيس مجلس الإدارة على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظمة الداخلية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وفقا لأجندة رؤية الإمارات 2021. تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات. تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال استقباله في مكتب سموه في قصر الرئاسة اليوم سعادة حسين بن عبد اللطيف المستشار في ديوان البلاط السلطاني. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. وصلت نسبة الإنجاز في أهم 337 خدمة حكومية رئيسة يستخدمها المتعاملون بشكل يومي إلى ما يقرب من 97% منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في 22 من مايو أي قبل عامين مبادرة الحكومة الذكية لتوفير الخدمات للجمهور، وهو الأمر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة للدولة بفكرها الثاقب تستطيع تحويل قدرات المجتمع إلى طاقة فاعلة تدفع الأداء الحكومي بخطوات واسعة إلى الأمام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعدته لنا الزميلة شيمة الشمري. نتائج مبهرة لمبادرة التحول للحكومة الذكية والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل عامين، فجرت القدرات الإبداعية لدى مسؤولي الحكومة وتحد جديد يتمثل في ربط الخدمات الحكومية ورفع جودة التطبيقات وتقليل نسبة المراجعين لكافة مراكز الحكومة إلى 80% بحلول عام 2020
2018، حيث وصلت نسبة الإنجاز في أهم 337 خدمة حكومية رئيسة يستخدمها المتعاملون بشكل يومي إلى 96.3%، الأمر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة للدولة بفكرها الثاقب تستطيع تحويل قدرات المجتمع إلى طاقة فاعلة تدفع الأداء الحكومي خطوات واسعة إلى الأمام. وجاءت 10 محطات مهمة تروي قصة التحول إلى الحكومة الذكية. تحول كبير وطفرة هائلة يصبان في توفير المزيد من الراحة والاستقرار للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومة لا تنام تعمل 24 ساعة في اليوم في 365 يوما في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، تستجيب بسرعة للمتغيرات، تبتكر حلولا للتحديات، تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة. نقاط جوهرية حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لملامح حكومة المستقبل الذكية. إذن إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية. شيمة شمري، قناة الظفرة. تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 150 ألف درهم من شركة سيركو الشرق الأوسط دعما لجهودها الإنسانية لإغاثة متضرري زلزال نيبال والذين يعيشون ظروفا إنسانية قاسية ومواجهة للتداعيات التي خلفها الزلزال المدمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى، إضافة إلى الملايين من المشردين الذين دمرت منازلهم بالكامل. وتسلم السيد محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة دبي شيك كان للتبرع من شركة سيركو خلال استقباله ديفيد جرير المدير التنفيذي للشركة في إمارة دبي. في الشأن الاقتصادي، أقر اتحاد مصارف الإمارات الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الخمسين الأعضاء والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تعيين وكالة مستقلة لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بتطبيق المبادئ التوجهية لوثيقة السلوك المصرفي. جاء هذا القرار ضمن مجموعة من مواضيع ناقشها المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اجتماع عقده في دبي اليوم برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات. في العاصمة أبوظبي تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حاليا مشروعا يستهدف إجراء تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد بين تقاطع شارع الشيخ هزاع بن زايد وتقاطع قصر البحر. يأتي ذلك في إطار حرص النظام البلدي على تأهيل مكونات البنية التحتية ورفع مستوى أدائها بالشكل الذي يحقق احتياجات التنمية الشاملة في العاصمة أبوظبي. شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤتمر السيارات الكهربائية الذي تنظمه الشركة العربية للسيارات وشركة رينو الفرنسية الشرق الأوسط بهدف مضاعفة الجهود المبذولة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة ووكلاء مصنعي السيارات في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية، لذلك من أبعاد اقتصادية وبيئية هامة في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. حضر المؤتمر سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وميشيل عياط رئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني للسيارات والعربية للسيارات وعدد من كبار الموظفين في هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من المختصين والخبراء في مجال السيارات الكهربائية. والآن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة لآخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها في بداية الأسبوع لهذا اليوم.
بدأت فعاليات النسخة 11 لموسم مهرجان طنطان الثقافي المغربي الذي يقام تحت شعار تراث إنساني ضامن للتماسك الاجتماعي وعامل تنموي، وذلك خلال احتفال أقيم في ساحة السلم والتسامح. وتشارك دولة الإمارات في هذا الحدث بنجاح متميز تبرز فيه عناصر التراث المعنوي العريق للدولة من خلال الخيمة التراثية التي تم تنفيذها في مقر المهرجان، والتي تمثل أنشطة دولة الإمارات وخاصة العناصر التي أقامت بتسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للتراث. والآن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة لآخر درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن دولة الإمارات لهذا اليوم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وبعد فاصل قصير تتابعون في حوار المساء لهذا اليوم وبعنوان توقيع على مسودة الحياة في اللحظات الأخيرة مزايدة في غرفة العمليات. إلى ذلك الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، في أمان الله.